ممكنة. أسامة المولد، أسامة يمتلك قدم قوية وتوجيه، وبالفعل أسامة المولد، بالفعل أسامة المولد توجيه، توجيه خطير من 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 أسامة المولد أيضا، لاعب يمتلك القدرة على التسديد بقوة. أسامة والكرة في المرمى، هدف أول للاتحاد في الدقيقة 19. بالفعل أسامة المولد الذي لا يخيب أبدا ظن الجمهور، جمهور الاتحاد الكبير اللي هنا يتمايل أيضا مع فرحة هذا الهدف، هدف أول للاتحاد. أسامة المولد، التعديل كان من باولو جورج، وأسامة المولد يسدد بقوة الكرة على يسار حارس المرمى مصطفى العباد، الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 19. الإعادة مرة أخرى، تسديدة قوية من أسامة تصطدم حتى يعني شوية حتى صدمت، لكنها هي قوية في المرمى، هي قوية في المرمى حتى وإن تغير اتجاهها قليلا وصعبت أكثر على حارس المرمى مصطفى العباد، ولكنها كانت باتجاه المرمى تماما، وهدف على على يسار حارس مرمى. هجل تابع مرة أخرى، الكرة اصطدمت، حتى لو ما اصطدمت كانت أيضا فيها قوة وفيها سرعة وتوجيه من أسامة المولد اللي يسجل أول الأهداف فقط، هذا طبعا قبل بداية الأسبوع 13. ركلة ركنية اتحادية، هي الركلة الركنية الرابعة للاتحاد خلال شوط المباراة الأول. ملعوبة عالية والكرة في المرمى، هدف، الكرة في المرمى، هدف عكسي، وجاءت الكرة العرضية من الركلة الركنية من باولو جورج وتصطدم في دفاع فريق نادي هجر اللي يغالط نفسه ويسجل في مرمى مصطفى العباد، هدف ثاني في الدقيقة 34 لصالح الاتحاد، هدف يهدئ أيضا من الدكة الاحتياطية، دكة البدلاء، باولو جورج يلعب الكرة عند القائم القريب، هذه عادة مرة أخرى وتأتي الكرة في رأس المدافع الذي حاول إبعادها ولكنه يسجلها في المرمى بنفسه، هدف، هدف ثاني لصالح الاتحاد، هذه عادة مرة أخرى والمدافع عبد اللطيف، عبد اللطيف البهداني مدافع الفلسطيني عبد اللطيف. ويندل أيضا، ويندل يسلم كرة إلى الزبيدي، تمريرة سلطان، سلطان صالح الصقري، حاول التسديد، الله يا صالح، الله يا صالح، في الدقيقة 36 هدف من أجمل ما يسجل في دوري زين السعودي المحترفين، ويأتي من قدم لاعب خبير وكبير وظهير في الاتحاد صالح الصقري، يأتي بهدف جميل كما هو سجل هدفه الثاني في هذه المسابقة، أيضا كان له هدف جميل أيضا في إحدى المباريات في هذه المسابقة في هذا الموسم، وكانت افتتاحية لقاء الاتحاد أمام الفيصلي، وهنا يأتي صالح الصقري يحط كرة ولا أروع ولا أجمل مع تصوير للرياضية السعودية، ولا أروع ولا أجمل، وإعادات حلوة حلوة حلوة، يا سلام على هدف الاتحاد الثالث، هدف رائع وجميل ومتكتك، وحتى نقلت الكرة على فكرة نقلتها جت من ناحية اليمين، استلمها نور، عطاها لويندل، ويندل للزبيدي، الزبيدي فتح فيها مساحة وتقدم بها بالأمام وسلمها سلطان النمري، سلطان اللي جاء مع التقدم، محمد أبو سبعان ارتداد الهجمة الاتحادية، ملعوبة الكرة على طول طويلة في الأمام إلى محمد الراشد، التمريرة من نور كانت وتتخلص من الدفاع، لكن أيضا حارس المرمى والراشد، والكرة في وجود ركلة جزاء، ركلة جزاء للاتحاد، ركلة جزاء لكل شيء كان قدامه واضح، هذه عادة، وهنا فعلا 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 يعني مصطفى العباد هو يعني حاول في هذه القفزة أن يلحق بالكرة، لم يلحق بها وبالتالي لحق بمحمد الراشد وأعاق محمد الراشد، واضحة واضحة يا مصطفى، وركلة جزاء اتحادية في الدقيقة 39، هذه عادة، كرة واضحة قدام أبدا أبدا أمام الحكم عبد العزيز الفلور، يقول اه يا زايد، يعني برضه يبغى زايد يتقدم، لكن نور، نور، هدف رابع للاتحاد، هدف رابع على يسار مصطفى العباد في الدقيقة 40، في الدقيقة 40 القائد محمد نور في مباراة العودة، في مباراة تأكيد العودة وتأكيد البقاء بالنسبة لمحمد نور في الكتيبة الاتحادية، يسجل هدف رابع للاتحاد في زمن شوط المباراة الأول، سيطرة كبيرة للاتحاد على هذه المباراة على شوط أول حتى الآن، وعلى 40 دقيقة منه فقط، محمد نور سدد، مصطفى العباد اتجه في نفس الزاوية لكنه لم يتمكن
القوة والإتقان هو عنوان لهذه الركلة وهدف لصالح الاتحاد هو هدف رابع. 9 في حراسة المرمى مصطفى العباد، خط الدفاع مصطفى الحلو، عبد اللطيف البيداري، طلال الزهراني وحيدر العامر، زامع الهجمة الاتحادية باولو جورج والدخول داخل منطقة الجزاء باولو جورج والكرة في الهدف، هدف أول في الدقيقة، هدف أول في شوط المباراة الثاني في الدقيقة الأولى من شوط المباراة الثاني، وباولو جورج كما هو سعيد ومبسوط في اللقطة الماضية يسعد أيضا محمد الراشد الذي يأتي برقصة فرح، وهدف خامس للاتحاد، الاتحاد صاحب أكبر نتيجة في الدوري بفوزه على القادسية بثمانية أهداف مقابل لا شيء، هو الآن في طريقه أيضا إلى نتيجة كبيرة. هذه كرة باولو جورج والمجهود الخارق، المجهود الكبير اللي أداه باولو جورج من الناحية اليمنى، وجاء بكرة عرضية تتخطى حارس المرمى مصطفى العباد والكرة في المرمى، الهدف الأول لمحمد الراشد في المباراة، الخامس للاتحاد في المباراة، الأول في شوط المباراة الثاني في الدقيقة الأولى من زمن شوط المباراة الثاني. ما كملنا التشكيلة الهجرة، منافة بشقير ونايف خزاز يستعدوا للدخول، كرة لويندل، ويندل عرضية وتتخلص ونور، نور يسجل هدف في الدقيقة 16، هدف سادس للاتحاد في الدقيقة 16، كرة داخل منطقة الجزاء مرت من ويندل سددت وصدها حارس المرمى مصطفى العباد، لكن المتابعة الدفاعية غير موجودة، تصل لنور، نور يضع قدمه فيها بقوة ويسجل في مرمى هجر، هدف سادس في الدقيقة 16، هدف ثاني له في المباراة. هذه عادة كرة ويندل العرضية والتسديدة جاءت لأبو سرعان سدد وعادت لمصطفى العباد، لا متابعة دفاعية لمحمد دور ونور يسجل في المرمى قوية جدا، وهدف سادس للاتحاد، نور يسجل هدفه الثاني في هذه المباراة، هدف سادس. هذه عادة الكرة الأولى لم يكن فيها تسلل، الكل يشارك في الاتحاد والاتحاد حتى يقترب من رقمه القياس 7 حتى تنتهي هذه المباراة وحتى المباراة مباراة القادسية. نور يبرر والكرة أمامية وسابع، سابع للاتحاد، سابع للاتحاد، رضا تكر يتقدم في الوقت بدل الضائع من زمن شوط المباراة الثاني، يسجل رضا تكر المدافع الكبير الهدف السابع للاتحاد. القادسية متقدم بهدفين مقابل هدف واحد للاتحاد، هذه كرة نور الرائعة، هذه صناعة نور ورضا تكر على طول، رضا تكر على طول، الكرة في المرمى مصطفى العباد في أرض الملعب، شوفوا الإعادة، شوفوا التمريرة، القائد محمد نور سجل بنفسه هدفين ومرر هنا أيضا هدف، عدى الكرة لرضا تكر.